تبا لك يا كريستيانو رونالدو. هذا معكم هذا توني نظرة واسعة لمسة جميلة رونالدو بوم. تبا لك يا كريستيانو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مساء النور على كل المشتركين وكل المتابعين وكل المتفرجين. ماتشين حلوين قوي النهارده، ماتشين كانوا جامدين جدا. المباراه الاولى كانت ما بين النادي الاهلي وما بين النادي المصري في كاس مصر، وكانت المباراه دي في الساعه 6، وبرده في الساعه 6 كانت في البطوله العربيه مباراه نادي الزمالك قدام النصر السعودي. الواحد ما كانش عارف يعني يتفرج عليه ولا ايه، الواحد كان بيود وش ورا يمين ومره شمال بيتابع الماتشين في وقت واحد، لان الماتشين كانوا حلوين جدا وماتشين حلوين قوي وماتشين كانوا حاسمين سواء بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله كاس مصر او بالنسبه للنادي الزمالك في البطوله العربيه. المباراه انتهت ما بين بين النادي المصري فوز النادي الاهلي بنتيجه 2-1. مباراه عندي كلام كتير قوي، النادي الاهلي كان وحش، ما هو ده الاداء المنتظر، مش هو ده الاداء اللي انت بتختم بيه الموسم وبتعمل نهايه موسم. دخلنا بشكل وحش قوي، اللعيبه كنت انا حاسس وانا اتفرج على الماتش ان هي مش عايزه تلعب او قرفانه من الملعب او قرفانه من المباراه، ومش هي دي المباراه اللي انت تعمل فيها كده. يعني انا بعتب على النادي الاهلي، انت طالع قدام خصم قوي قدام النادي المصري وفي فرقتين في الدوري النادي الاهلي ما عرفش يكسبهم، والنادي المصري ونادي فيوتشر، فمباراه صعبه. تاني حاجه رخامه المدرب اللي تولد دلوقتي القدر الفني والنادي المصري هو علي مير. انا ما شفتش علي مير بالحميه والحماس والرغبه وان انا عايز اكسب وان انا عايز افوز الا في ماتشات النادي الاهلي. هيقول لا انا متعود على الكلام ده من النادي الاهلي وانا متربي في الاهلي، انا ما بحبش ان انا اتغلب، انا متعود على المكسب. ما بشوفكش قدام بيراميدز، ما بشوفكش قدام الزمالك في اي ماتش في بطوله الدوري، لعبت بطوله الكونفدراليه وطلعت من المجموعات، ما شفتكش انت بتقف على الخط بالحميه والرغبه والحماس والزعيق والشتيمه، كل الكلام ده ما بشوفوش الا قدام النادي الاهلي. ليه؟ مش فاهم يا علي مير. فليه كلام كتير قوي طبعا على مباراه النادي الاهلي ونادي المصري، احنا بنحلل المباراه. برضه عايزين نتكلم مباراه نادي الزمالك النهارده قدام نادي النصر السعودي، مباراه خلصت بتعادل ايجابي 1-1، ونادي الزمالك طبعا يعني انهى البطوله كده في المركز الثالث بعد ما كسب بقى يعني الشباب السعودي فريق اتحاد المنستير، وبكده يعني اصبحت الترتيب المجموعات نادي الشباب السعودي طبعا المركز الاول وصاحب المركز الثاني النصر السعودي والثالث الزمالك واتحاد المنستير المركز الرابع، وكده الزمالك واتحاد المنستير بيودعوا البطوله العربيه. اللي طالع وبيتكلم من جماهير الزمالك بيقول لك احنا عملنا يعني مباراه حلوه، مباراه جميله، ادائنا كان حلو قدام نادي النصر. هقول لك اوكي الكلام ده مثلا اول 50 60 دقيقه، ولكن الفرقه بعد كده ما شفتهاش. عايزين برضو نتكلم على المباراه دي ونتكلم على نادي الزمالك اللي صالح بقى جماهيره النهارده باداء حلو وباداء جميل، وبدل ما هو يبقى يعني مركز رابع وياخد حصاله لا بقى نص حصاله واخد مركز ثالث. فخلينا بنخش في الاجابات تحليل الحلقه، اتفرج على مره سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس وضغط على لايكات في الفيديو. خلينا نتكلم على الماتشين دول، الاهلي والمصري والزمالك والنصر السعودي. هات الكورة والتاني فما حاجة. خلينا كده نتكلم في البدايه عن مباراه نادي الزمالك والنصر السعودي. مباراه يعني كانت مباراه صعبه بالنسبه لنادي الزمالك، الزمالك كان لازم يكسب فيها لان المكسب ده بيأهله بقى لدور القادم البطوله العربيه، فكان لازم يكسب قسم قوي وقسم صعب بقياده كريستيانو رونالدو. النهارده يعني انا بتفرج على فرقه النصر بيقول لك ده احنا بنلعب فريق قوي، احنا بنلعب فريق يعني من فرق اوروبا، احنا بنلعب يعني مش عارف ايه. لا النادي الاهلي لما كان بيلعب قدام ريال مدريد انت كنت بتلعب من اول الحارس لحد الاسترايكرز كلهم عفاريت، لما كان بيلعب قدام بايرن ميونخ ال11 لعيب جامدين، النادي الاهلي لما كان بيلعب مثلا مباراته قدام برشلونه قدام اتلتيكو مدريد لا انت بتاخد من اول الحارس لحد الخط الامامي. طب انت تيجي تتكلم مين اللي في النادي النصر تقدر تقول عليه يخربش او نجم كبير او كده، انت بتتكلم مثلا في اربع لعيبه، انت بتتكلم مثلا في الاثنين ارتكاز سواء فوفانا او بروزوفيتش او الاثنين الاسترايكرز تاليسكا مثلا ورونالدو، يعني اربعه من اصل 11. يبقى فين الفرقه بقى اللي كلها نجوم؟ الاربع سنتر باكات، في بس ممكن اليكس تيليز الباك ليفت، مش هو برده يعني برده مش تيليز اللي هو اللي انت تخاف منه، مش اقوى باك ليفت في العالم، لعيب عادي. لكن انت بتتكلم في لعيبه البروفيشنال اللعيبه الجامده، خد بقى اتنين لعيبه نص الملعب فوفانا وبروسوفيتش والاثنين الاسترايكرز، بتتكلم على رونالدو وتاليسكا. الوينج رايت لعيب عادي اللي هو عليوه، كذلك برده الوينج ليفت غريب لعيب عادي. فانت بتتكلم من اربعه من اصل 11 قويين، فالمباراه في المتناول تقدر ان انت تفوز بيها وتقدر ان انت تكسب. مش يعني خصم مش مرعب مش قوي، انت برضو يعني هقول ايه، هقول ان انت برضو لعيبه الزمالك برضو بالنسبه لهم ان انت لما تقابل لعيبه فيها نجوم دي اول مره، برضو حته الاحتكاكات ان هم ما بياخدوش بطوله افريقيا وان هم ما بيروحوش كاس عالم الانديه ويحتكوا فرق اوروبيه، فبالنسبه لهم ان اول ما يشوفوا نجم تحس ان هو لعيبه نادي الزمالك عايزه تشوف النجم ده تتصور معاه والنبي تصور معاك والنبي قبل الماتش.
اللعيبه تحس ان هي عماله تتفرج، ورونالدو تبص على نظرات صبحي، نظرات شيكابالا، يعني هم بيبصوا رونالدو مستغربين ان رونالدو احنا بنلعب قدام رونالدو. فتحس ان هم في حاله يعني صعبانين عليا ان هم يعني اول مره يلعبوا قدام نجوم كبار. انا بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه الزمالك لا كان يقدر بالاداء اللي هو لعبه من الدقيقه الاولى لغايه مثلا الدقيقه 50 او 60، لا كان واقف قوي في الملعب، ان الخطوط كانت قريبه، كان قافل على مفاتيح اللعب اسوري بشكل مميز، ثلاثي سنتر باكات كان قافلين على تاليسكا ورونالدو، الزمالك كان قافل وبيلعب على الكاونتر اتاك والهجمات المرتده، عنده سرعات وناس تنقل الهجمه ابرزهم طبعا زيزو. لو نيجي نتكلم عن نادي النصر لا كان سيء جدا مع البوزيشن ومع الاستواعي، تتكلم في بروسوفيتش طبعا وفوفانا جامدين جدا يعملوا بوزيشن على اي فرقه بتلعب قدامها، ولكن الناس بقى اللي تنقلك سواء الوينج رايت مثلا عليه او الوينج ليفت غريب، كذلك مثلا الباك رايت او الباك ليفت، الجبهات انها تشتغل وانت تلعب 4-4-2 يعملوا كروسات مثلا رونالدو، لا ما شفناش الكلام ده. في لقطه شهيره كانت في مباريات الشوط الاول وهي ضربه جزاء لفتوح، وجميع نادي الزمالك قالت لك ان في بنالتيز فتوح. طب انت متعود على الاحتواء في مصر، يعني حكام الملاكي في مصر محمود البنا طبعا نفس اللقطه كوبي بيست، مباراه النادي الاهلي والزمالك اللي كانت في بطوله في الدوري الاخير اللي شفناها نفس القصه، زيزو لما جه دخل وديونج عمل له كده وهو قدامها البنا، جالفور جابه قال له بص عليها فيها زقه، الغندور اللي كان موجود في الفار فحسب بنالتيز. طب ايه الاخبار في الضربه دي؟ انت هتقول لي لا ان الضربه دي مثلا لا فيها بنالتيز الزمالك، لا ما فيهاش بنالتيز الزمالك، انت بتتكلم في الحكم المغربي ده من احسن حكام افريقيا، طقم الفار اللي موجود من احسن الحكام الموجودين، انت عايز يعني الحكام المصريين يبقوا احسن من الحكام الموجودين دول؟ لا من وجهه نظري قرار سليم من الحكم المغربي، واحد من نجوم اللقاء النهارده، حتى بنالتيز صحيحه بتاعت نادي الزمالك اللي لمست اليد بتاعت تيلس، فطقم التحكيم اديله يعني 10 على 10 النهارده. ولكن انا بقول لك بص بقى حكامنا المصريين بيعملوا ايه، بص محمود البنا، بص الفار عندنا سمك لبن تمر هندي. احنا للشوط الثاني بدا بقى نادي الزمالك يهجم ومستمر في الكاونتر اتاك، بتيجي بنالتيز الصحيحه بتيجي في ايه تيلس، وبيحرز طبعا زيزو هدف نادي الزمالك وهدف التقدم. ما عجبنيش من بعديها المدير الفني اسوري، اسوري دافع وخلى الفرق كلها تتقهقر، ولقيتهم عمل تغييره غريبه ان منزل رؤى في نص الملعب عايز يقفل نص الملعب. ليه عمل حاجه الكلام ده؟ كان في الدقيقه 60 لسه بدري قوي ان انا اعمل الكلام ده. على عكس بقى تغييرات نادي النصر لما جه نزل سادو ماني وجه نزل بعد كده كونان الباك ليفت صاحب العرضيه قويه جدا والهدف من احلى ما يكون، ويقدر بقى نادي النصر ان هو بغزوه بالثانيه بالثالثه يجي بقى الهدف، يعني كره يعني اتلعبت كروس من ناحيه شمال العرضيه حلوه قوي، السكرو والافيه اللي اتلعب من كونان حلوه قوي قوي، يخش طبعا الدون كريستيانو رونالدو يحرز الهدف التعادل وهدف الاول لفريق نادي النصر. مباراة يعني هقول عن نادي الزمالك يعني لعب فيها يعني على قد امكانياته، ما يعيب طبعا نادي الزمالك المباريات اللي زي دي انت عشان تكسب لازم عندك دكه قويه عشان تقدر انت تفوز، انت ما بالك التغييرات اللي اتعملت يعني حاتم سكر على مش عارف رؤى على سيد نيمار، لعيبه لسه 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 بدري قوي ان في ماتش زي ده تنقلك وتعمل لك الفارق. لا انت بص الناحيه الثانيه سيدو ماني لما جه نزل بعد كده كونان، لا نقلوا فريق النصر نقله ثانيه. نادي الزمالك بعديها لا اللعيبه اللي نزلت دي ما كانتش على المستوى، البطولات الكبيره دي والبطولات العالميه لازم معاك دكه قويه عشان تقدر ان انت تكمل في البطوله، فخروج مستحق لنادي الزمالك طبعا، موسم كارثي وموسم صفري زي ما قلت، الراجل يعني اخذ مركز ثالث من مركز رابع، فرقه عايزه شغل كتير، عايزه صفقات كتير، مشاكل اداريه كبيره، لا يعني الله يكون في عون جماهير الزمالك، وموسم صفري طالعوا من كل البطولات يعني لا دوري ولا كاس ولا افريقيا ولا دخلوا دلوقتي بطوله عربيه ولا اي حاجه. حتى بعد كده الجاي صعب بالنسبه لنادي الزمالك، عنده مشكله دلوقتي بالنسبه لازمه القيد، لازم اول حاجه يدفع غرامه شيكابالا مليون ونص دولار، لازم يدفع بعد كده 15 مليون جنيه لاتحاد الكوره بسبب ازمه المستحقات، لازم يدفع بعد كده برده 300,000 دولار لاتشومبونج، لازم يحل المشاكل دي الاول عشان حتى بعد كده يفكر بقى انه يجيب صفقات ويجيب لعيبه تلعب معاه السيزون الجاي. فموسم صعب السنه الجايه نادي الزمالك، لو فضل بالمنظر ده وبالاداء ده لا نادي الزمالك ممكن تلاقيه السنه الجايه برده نفس الكلام، ثالث رابع خامس، ده توقعي الشخصي يعني. حتى ان رئيس نادي الزمالك قدم استقالته وقال لك انا مش قادر احل المشاكل دي، فالله يكون في عون نادي الزمالك الفتره الجايه. لو جينا نتكلم على مباراه النادي الاهلي قدام نادي المصري، النادي الاهلي طبعا سيء جدا النهارده على طول مجريات الشوط الاول، شوط سيء جدا ما شفتش اي حاجه، ما كانش في فرص خطيره على المرمى، ونادي المصري كابتن علي ماهر دايما متعودين قدام النادي الاهلي ان هو بيلعب يعني الديفنس وبيلعب على الكاونتر اتاك والهجمات المرتده، عنده لعيب الاسترايكرز مروان حمدي هو احسن واحد في فرقه نادي المصري، وبيلعب عليه بقى بيلعب على اللي هو يبقى محطه، يلعب كروسات يمين وكروسات شمال، قدر يخطف هدف ماشي، العب لك يعني كور طويله ماشي، العب على الكورنرات قدرت ان انا اجيب ماشي،
لو رحنا بقى على مجريات الشوط الثاني، الشوط الاول سيء جدا من جانب النادي الاهلي. يعني انا بما ان النادي الاهلي هو بطل الدوري، انا لازم احسم المباراه دي عشان اتاهل لدور السيمي فاينال من كاس مصر، المباراه الاخيره في الموسم، فلازم اختم بشكل يليق بيا. ما ينفعش ان انا يعني ازعل جماهيري وان انا اختم الموسم بشكل سيء بالمنظر ده وانا نخرج من بطوله الكاس ومين من النادي المصري اللي فيه طبعا يعني نديه ما بيننا وما بين النادي المصري او مثلا مع جماهير النادي المصري، فلازم ان انا اكسب المباراه دي، مش هي دي المباراه ان انا يعني اخسرها. فالشوط الثاني طبعا فوق اللعيبه، مارسيل كولر اداء كان وحش قوي، اداء كان سيء جدا، فدهم دش ساخن كده، اصحى صحصح فوق، اصحى معايا، ما انا صاحي، تصحى كده وتروق معايا، خلي الدنيا تروق. تالي طبعا قدر بقى النادي الاهلي ان هو، شفنا بقى جبهات انطلاقات من ناحيه مين، هاني من الشمال، معلول نص الملعب، عجبتني التغييره لما نزل بقى القندوسي، بقى القندوسي مع قفشه لعب رقم 6 كان مروان عطيه، لا شفنا بقى تحرك من غير كوره، الجبهات بقى يعني حسين الشحات وكذلك كان بيرسي تاو عمل برده تغييره اللي هو كان قليل قوي كهربا ودخل بيرسي تاو كمهاجم وحط حسين الشحات يمين وحط احمد عبد القادر شمال، لا شفنا نادي الاهلي في فرص خطيره، في جبهات يمين وجبهات شمال، في انطلاقات، في تسديدات من خارج المنطقه. الشكل الصراحه الشوط الثاني كان افضل بكتير وبمراحل عن مجريات الشوط الاول، لغايه بقى الدقيقه الاخيره من المباراه بيقدر النادي المصري يجيب هدف اللي احتج عليه المدير الفني النادي المصري والجهاز الفني النادي المصري وجماهير النادي المصري. ونيجي نتفرج على اللعبه ونحللها ونتكلم عليها. اللعبه فيها تسلل، فيها تسلل من لعيب من لعيبة نادي المصري، ولكن اللعيب اللي احرز الهدف ما كانش متسلل، بس اللعيب اللي اتلعبت له كروس وراح في اتجاه الكرة كان متسلل، فاصبح الفار يعني اخد اللعبة دي ان اللعيب اللي هو كان متسلل كان داخل في اللعبة او متداخل في الكرة، فبالتالي لما حصل تداخل من اللعبه فبالتالي اصبح ان هو تسلل. وشفنا الكلام ده في مباراه الدوري المصري كتير. انا فاكر كان في مباراه النادي الاهلي كان بيلعب واحرز تسديده اعتقد حسين الشحات، وبس القندوسي يعني كان جنب اللعبه يا دوبك، بس يعني ايه فتح رجليه كده شويه عشان الكره تعدي، الفار اخد ان اللعبه دي يعني انت بتداخل في اللعبه يا قندوسي، والهدف ده يعني اتحسب يعني اوفسايد على النادي الاهلي، رغم ان نفس الهدف ده شفناه في البريمير ليج اعتقد كان الاحرز ده فريق توتنهام، والبريمير ليج يعني قال لك لا ده هدف. فانا حته نوع متداخل او مش متداخل انا هحط حته ان احنا هنعمم، خلاص احنا في الدوري المصري يعني لا احنا معممين الفكره دي ان هو لو اي لعيب تداخل في اللعبه وهو مثلا متسلل لا يبقى اوفسايد، وممكن انها تروح للعيب تاني وهو اللي يحرزها، لا بس انت طالما تدخلت يبقى اوفسايد. هيتقول لي لا في مباريات كتيره في البريمير ليج بنشوف الكلام ده، في اوروبا اللعيب المتداخل مش مشكله لو اللعيب التاني تدخل لا بتتحسب اهداف، هقول لك ماشي انا بتفق معاك، ولكن احنا عندنا في الدوري المصري وحكامنا في مصر ما بيحسبوش الكلام ده، هدف تسلل على نادي المصري، هذا الهدف ده الكره جت تسلل قلت بقى لعيب نادي الاهلي هتنشط، لعيب نادي هتفوق، لعيب نادي الاهلي هتصحصح، لا بيجي بقى كورنر كوبي بيست من الفاول، ويجي طبعا مروان حمدي بيعرض الهدف في النادي الاهلي وتصبح النتيجه 1-0. خلاص قلنا الدقيقه الاخيره المباراه تنتهي. النادي الاهلي طبعا يعني الشوط الثاني كان لازم بقى انه يعزز الفرص اللي جات له يحرز اهداف، ولكن ما قدرش انه يحرز اهداف، فبالتالي بيتعاقب في اخر المباراه. قلنا المباراه خلصت، ولكن غلطه قاتله من الياس الجلاصي بشده من الفانيلا اللي هي حسين الشحات، نفس الشد برده مباراه الزمالك اللي اتشدها حسين الشحات والفار ما حسبهاش، النهارده بتتحسب، فتحس ان التحكيم عندنا يعني ماشي بالمزاج، سواء الفار او الحكام ماشيين بالمزاج، محدش فاهم اي حاجه في اي حاجه بالنسبه للحكامنا المصريين، وقرار الاتحاد الافريقي ان هو ما ياخدش في اللجنه الفنيه في الحكام في افريقيا باي حكم مصري قرار محترم وقرار سليم، لان الحكام المصريين من اسوأ حكام موجودين في افريقيا. لو رحنا للاكسترا تايم كلنا واحنا قاعدين عارفين النادي الاهلي في الاكسترا تايم هيكسب، ليه؟ النادي الاهلي كيرفه اعلى، لياقته البدنيه اعلى، احتكاكاته في البطولات كتير طبعا اعلى، فبالتالي النادي المصري لا يعني قلنا ان النادي الاهلي يعني الفورمه هتبقى عندهم اعلى، لعيب النادي الاهلي طبعا قدر طبعا بالخبرات واللي موجوده باللعيبه وباداء الحلو اللي عملته مجريات الشوط الثاني بالظبط يستمر عليه بهدف من احلى الاهداف برضو اللي احرزها النادي الاهلي في الموسم ده، هدف للقندوسي بتسديده من خارج المنطقه، ولكن لمسه قفشه كانت جميله بصراحه للقندوسي، يخش القندوسي طبعا ويخترق ويسدد من خارج المنطقه، هدف يعني حلو. وانا بتفرج على اللعبه القندوسي هو داخل كده كان في حسين الشحات كان جاله من ناحيه مين، انا قلت يعني هيديها ثرو لحسين الشحات، ولكن فاجئني ان هو سددها والتسديده كانت بصراحه مميزه. تخلص المباراه 2-1 لصالح النادي الاهلي، مبروك النادي الاهلي التاهل، مبروك النادي الاهلي نهايه الموسم، موسم مميز وموسم حلو للنادي الاهلي. خلينا بقى نتكلم عن الموسم الجاي، ربنا يسهل ان شاء الله بالصفقات الجديده باختيارات مارسيل كولر، ان شاء الله يكون الموسم الجاي برضو عندنا ماتشات كتير جدا وبطولات كتير جدا ان شاء الله، ربنا يقوينا السنه الجايه نحرز اكبر عدد من البطولات. بس ده كانت حلقه معاكم كابتن احمد سيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.